احنا النهارده في المؤسسه جلسنا وجود الدكتور غدا كوزمن معانا من معهد القلب، ودي اساسه كبيره جدا في معهد القلب، واحنا بنشكرها جدا. هي طبعا من اعضاء دفعه 93 ومؤسسه الخير، وعضو فعال معانا جدا، يعني بيشترك معانا في كل حاجه صراحه، مفيش حاجه اقولها عليها غير لما بتجري تعملها معانا. فاحنا بنشكرها على المحاضره دي، والمحاضره دي يعني مش عايز اقول لك في جماهير كتيره جدا مستنياها. فاحنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتوره غاده، ونتمنى يا رب ان الله يكون في ميزان حسناتك وحسناتنا معاكي، تزقينا معاكي ان شاء الله. وتفضلي حضرتك. السلام عليكم. اولا انا سعيده جدا باني معاكم النهارده. انا دكتوره غاده قزامي، استشاري القلب والاوعيه الدمويه في المعهد القومي بمبابة. بتشرف ان انا بنتسب لدفعه 93، دفعه العظماء. كل الناس احسن مني بكتير، كلهم ما شاء الله يعني اتشيفرز، وعلى كل المستويات اتشيفر علميا وخلقيا ومجتمعيا، ودي حاجة بتخليك طول الوقت ايه يعني مكسوف من نفسك، نفسك تقرب بس منهم شوية. يا رب ندعي لحسام الله يرحمه بكل خير، انه جمعنا حتى وهو مش موجود بينا. ندعي لكل زملائنا اللي اتنقلوا في مكان احسن بكتير من المكان اللي احنا فيه، وفي نفس الوقت بدعي لكل اللي بيحاولوا يجمعوا الدفعه ويعملوا صدقه جاريه، يعني تراك زي ترياج بستقبل فيه كل الناس، وتو تراك كلين تراك وسسبكتد تراك، عشان ما اعملش ميكسنج للعيانين بتوعي. فكره ان تبقى في مستشفيات عزل وما فيهاش حاجه تاني غير عزل، كان عندهم مشكلة في بعض الأمراض اللي هم مش عارفين يتصرفوا فيها، أو المستشفيات دي ما فيهاش الفاسيلتي إنها تحل المشاكل الصحية اللي أتاتشد للكوفيد. الكوفيد حاجة ميستيريوس، محدش فينا عارف أبعاده. اللي هيقول لك أنا عارف أوله من آخره، هقول له سوري، إحنا كلنا بنتعلم، ما فيش جايد لاين، كلها أوبزرفيشنال. رغم ان هو فيروس موجود في كتب، يعني لما نرجع لكتب الباراسايتولوجي والفيرولوجي والبكتيريولوجي، فاحنا الديسيز نفسه جايب سيمتومز فاريبلز كتيره قوي. في ناس كومبليتلي سايلنت ريليتد تو كوفيد وبتبرزنت بحاجات تانية، وبنكتشف ان هم they are covered بعد يومين ثلاثة. يعني أنا لسه متبلغة بإن حالة اشتغلناها يوم الثلاث اللي فات، رغم إن إحنا عاملها لأن لها سي تي ومتأكدين إن ما فيش سيمتوماتولوجي، اتعملت أكيد كورونري سيندروم، ودخلت العيانة في الكات لاب وتركب لها ستنس، وآفتر تو دايز شي ديفلوبد كوف وفيفر، وبيعيدوا السي تي بعد أقل من 48 ساعة. السي تي مختلفة تماما عن الدكتور. ده معناه إن إحنا قدام صحيح فيروس قديم لكن ما نعرفش عنه حاجة. طيب ال present situation، احنا في ايرا كوفيد 19 ريتشد البانديميك، ابتداء من مارش اللي فات، او احنا ابتدى يظهر عندنا في مارش حالات كانت undiagnosed، لكن البيك بتاعتنا كانت ابتداء من ماي. يمكن يوهان أو تشاينا لبسونا في الحيط، لأن الموضوع كان بادي عندهم أعتقد من قبل كده بعدة شهور، وما كانش فيه complete information to be settled down everywhere. Till now أنا ما عنديش vaccine ولا عندي curative medical treatment، وكلها حاجات بتسبورت العيان في الآخر إنها بتشورتن التايم بتاع الانفكشن، أو في أحسن الأحوال بتعمل سبورت للعيان، لكن في الآخر أنت مش عارف إيه اللي عدى العيان وإيه اللي خلاه ما يعديش. بتلاقي very young patient die و very old patient and risky may pass، رغم طبعاً إن risk factor بتزود المورتاليتي والموربيديتي. الكاردياك إنجري مع الكوفيد بتزود الريسك طبعاً بتاع المورتاليتي والموربيديتي، لأن دايماً العيان بيموت يا إما بسترومبوزس وتيزر فينوس أو أرتيريال، يا إما بيموت بميوكارديال بروبلم، يا إما بيموت ببالموناري بروبلم، أو طبعاً سايتوكاينز ستورم بتخلص على العيان مهما للأسف بنحاول نسابورت. البروتكتيف ميجرمنت أجينست الكوفيد فيروس للهيلث كير بيرسونال is very important،
وللأسف ساعات بنلاقي في شورتج كل شوية بتبقى موجودة أو مش موجودة، ولازم ناخد بالنا إن كل كونتاكت مع عيان لازم تتعامل معاه على إنه suspected case of COVID. فلازم تخلي بالك مش في الهوسبيتاليزيشن بس، لكن وانت كمان بترانسفير العيان من مكان لمكان. فالامبيلاتوري اند هوسبيتاليزيشن اي شود تو تيك كير من ان انا ممكن اكاتش الانفكشن. طيب الهيلث كير بروفايدر دايما بيواجه مشكله ايثيكالي. انت طول الوقت انت هتدي البرايورتي بتاعتك لمين؟ واعتقد ان المشكله دي ريزد قوي في يوروب، لان انت ممكن تلاقي اتنين عيانين عندك، واحد اولد ايج وواحد يونج، انت بتجو ثرو اليونج رغم ان انت ما بتبقاش عارف الانسيدنس ان مين فيهم اللي هيباس. نفس الحكايه لما بيجي لك عيان سسبكتد كوفيد وعيان نيجاتيف، انت بتبقى بين الاثنين. الاثنين ممكن يموتوا بالاكيوت كورونر سيندروم، لكن انت هتتوجه لمين الاول؟ يعني الاثنين عندهم لايف ثريتنينج ايمرجنسي. الأول كنا بنبليم الناس ونقول ده ضد الهيومانيتي، لكن فعلا أنت ممكن تقابل هذا الموقف very frequent وتلاقي نفسك بتعمل حاجة unethical، إن أنت بتgo through الناس اللي هم non-covid to solve their problem في الأكيوت situation وتديهم priority أكتر من العيان الكوفيد، لأن أنت بتعتبر إن الاثنين in an emergency situation. في some patient with cardiac injury في الكونتكست اوف كوفيد بيزود الريسك طبعا في الهوسبيتال مورتاليتي. ورغم ده كله ساعات العيان بيجي لك فيري ديلاي، لان هو خايف اساسا ان هو يجي المستشفى. يعني انا افتكر من حوالي 3 شهور كلمني عيان كولابسد في البيت، واهله خايفين يودوه المستشفى. يا سيدي ده العيان كولابسد، العيان ما فيهوش بريشر، العيان دخل في في تي ام اي وفي تي في البيت، وهم خايفين يودوه المستشفى قال عشان ما هي ديدنت كاتش كورونا فايروس. يمكن لان اللي بيكاتش كورونا فايروس انت بتتحرم مش من الحاجات الطبيه بس، هو هيصلي عليه ازاي وهيدفنه ازاي وهينقله ازاي، ويبتدي العيان والريلاتيف يفكروا في حاجات تانية rather than the illness and rather than the emergency. فابتدينا نلاقي في very delayed presentation للعيان اللي cardiovascular emergencies، العيان بيجي very late just ان هو for fearing of catching the infection. طيب احنا هنتصرف ازاي؟ خلينا نتفق ان المحاضرة دي مجرد guidance and not a guideline. ليه؟ وايه الفرق بين الguidance والguideline؟ عشان اقول ان انا هعمل جايد لاين، انا عندي لازم يبقى راندمايز ترايل، لازم يبقى عندي ميجر حتى اوبزرفيشنال او كوهورت ترايل تو سبورت مي علشان ابيلد جايد لاين. احنا ما مريناش بهذا الوقت، انا لحد دلوقتي احنا مختلفين في السيمتوماتولوجي والساين بتاع الديزيز. فابتدينا نعمل الاوبزرفيشنال دايالوجز بتاعنا ونقول ده جايدنس تقدر تستخدمه، وإن كان هذا لا يلغي وجود guideline cornerstone في حياتنا بيتعمل لها update according to clinical trials كل شوية. فيبقى إحنا متفقين إن the guidance and not a guideline. This recommendation are a result of observation and personal experience. لكن لما حد هيجي يقول لي ايه ترايل اللي تسابورت الكلام بتاعك، هقول له العالم كله لسه ما عنديش ترايل تسابورت الكلام. كل مجموعه بيظهروا قدامهم اوبزرفيشن، وعشان كده هتلاقوا البابليكيشن بتاع اي حاجه مجرد ان يتحط فيها كلمه كوفيد كتير قوي في البابليكيشن، لان كل الناس عايزه تفهم وتعرف. This guidance document does not replace any official guideline سواء European أو American. فهو إذا كان في European أو American أو WHO recommendation فهي زي ما هي موجودة، أنت بتموديفاي according situation اللي عندك، according الناشونال guidance اللي عندك هتقدر تأبلاي إيه ومش هتقدر تأبلاي إيه. وفي الآخر الديسيجن متروك للفيزيشن according to the situation اللي بيقابله. في وقت البانديميك
زيها زي وقت الحروب، ما اقدرش الوم على حد حاجه. يعني لا اللي استخدموا البلاكونيل اللي هو الهيدروكسي كلوروكين ما اقدرش اقول هم غلطانين، ولا اللي ما استخدموهوش اقدر اقول انهم غلطانين. لا اللي استخدموا البي سي جي فاكسين اقدر اقول انهم غلطانين، ولا اللي ما استخدموش. لا اللي قال لك لا ما تستخدمش اي حاجه غير الباراسيتامول والفيتامينز اقدر اقول غلطانين، ولا اللي بتدي ازيثروميسين او ايفن روسفين ما اقدرش اقول مين غلطان ومين مش غلطان، لان احنا في ايرا ان انت يو تراي تو سبورت يور بيشنت اكوردنج السيتويشن والكلينيكال سنس اللي عندك، طالما هذا لا يخل بجايد لاين. هنبتدي نقول في جنرال ريكومنديشن لكل الناس لازم نبتدي نتعامل بيها للكل. من اول الجنرال ريكومنديشن الهيلث كير بروفايدر اللي هيجي يقدم الخدمه دي للعيان، انا لازم اتوقع منه ايه واعمل له سكريننج ازاي. انا ممكن اكون سورس اوف انفكشن تو ترانسميت انفكشن من عيان لعيان لان انا تحولت الكارير، او ان انا اوريدي I catch the disease ولسه في مرحلة الانكوبيشن بيريد أو في مرحلة الريكوفري أو whatever، إن أنا كارير without symptom أو عندي symptom بس أنا مجبر إن أنا أشتغل لأن في deficiency في البرسونال. طيب هنعمل إيه؟ هنعمل حاجات كتيرة قوي. أول حاجة لازم يبقى فيه self monitoring ليا كل يوم للبروفايدر للهيلث بروفايدر، اشوف فيها السيمتوم بتاعتي اذا كان عندي ريسبيراتوري سيمتوم، اذا كان عندي جي اي تي سيمتوم، اذا كان عندي فيفر، وات ايفر انا عندي ايه. فانا لازم اشوف اذا كان عندي سيمتوم يبقى اي شود تو ايزوليت ماي سيلف. اذا كان انا عندي اكسبوجر لحاله سسبكتد مثلا او حاله بروفد وانا مش مستخدم البي بي اي بتاعتي باي ابروبريت واي، يبقى انا لازم اعمل لنفسي ايزوليشن او اعمل سكريننج عشان اشوف الدنيا عندي ماشيه ازاي، بغض النظر عن اللي بنسميها اللوكال ريكومنديشن فيها ايه. السيمتومز المتعارف عليها ودي احنا بنقول الكومن از كومن، ساعات بتبقى فيه سيمتوم احنا مش عارفين عنها حاجه. يعني انا شفت زميل من زملائنا ودي ابتدينا نشتغل فيها كيس ريبورت، كان ليجن اونلي ما عندوش اي حاجه تاني، اي حاجه تاني اونلي سكن ليجن، والسكن ليجن بتاعته دايجنوزد مره على انها سورايسس ومره على انها تينيا فيرتيكالر، وكل واحد يدلي بدلو وطلعت ان العيان هو كوفيد وما عندوش اي حاجه اخرى. السيمتوم اللي هي الكومن الفيفر اكتر من 37.2 من 10، والفيفر دي ممكن تبقى كونستانت او ممكن تبقى انترميتنت، الكف الشورتنس اوف بريس السور ثروت لوس اوف سميل او اللوس اوف تيست، لدرجه ان في ناس بتقولك انا ما اعرفش الحلو من الحادق من الوحش من الحمضان من اللي مش تسمع حاجات. ودي وان كانت كومن في الفيرال انفكشن والانفلونزا فيروس كلها، لكن من الحاجات الفيري كومن في الكوفيد. المسل ايكس، النوزيا والفوميتنج، الدايريا، الابدومينال بين، الهيدك، الراني نوز، الفاتيج، كل دي لازم اخلي بالي منها كهيلث بروفايدر ان انا ممكن تبقى عندي. طيب لازم ابقى عارف استخدم ايه وما استخدمش ايه. يعني السيرجيكال ماسك لازم استخدمه طالما انسايد هوسبيتال في الورد اكسبوزد لاي حد، طالما ان انا مش قادر اعمل السوشيال ديستانس، لان انت طول الوقت انت بتاخد هيستوري من العيان، انت محتاج تمينيمايز ذيس تايم اوف هيستوري، ما تقعدش توك وتلوك كتير مع العيانين، يو شود تو شورتن التايم اللي انت بتبقى ان كلوز كونتاكت بالعيان بتاعك during the history. ولازم العيان يبقى لابس الماسك طالما ده مش هيأثر على respiratory function بتاعه وانت كمان، وفي الوقت ده surgical mask will be enough. لكن انت في اوقات تانية لازم تعلى بالprotective بتاعك level 2 او 3، وفي الوقت ده انا بستخدم medical mask سواء اذا كان FFP2 او 3 او even N95، وده لما يبقى العيان بتاعي يا اما confirmed يا اما suspected. الهاند هايجين يا جماعة، احنا يعني لما نرجع كده شوية بدماغنا لورا، اعتقد ان 3/4 ما كانش بي بي بي
يستخدم الهاند هايجين باي ابروبريت واي، رغم ان يعني انا عضو في البورد بتاع امتحانات الزماله، انا كنت بسقط بيها الولاد اللي جايين بيمتحنوا. انت لازم قبل ما تلمس العيان يشوت ووش يور هاند، وبعد ما تلمس العيان بتوش يور هاند. لما بتستخدم اي حاجه في المستشفى الاخرى، الباب اللي طول الوقت يا اما بالكحول يا اما ووشنج الهاند. الثقافه دي كانت قبل الكوفيد مش موجوده دلوقتي، اعتقد انها زادت فعلا، وده بيفسر بالاستهلاك العالي في الكحول والاستهلاك العالي في السوب والسانيتايزيشن اللي موجود انسايد الهوسبيتال. فيبقى الهاند كير سبيشالي كمان احنا بنبقى داخلين بيوتنا، ولازم نخلي بالنا ان احنا واحنا داخلين بيوتنا احنا بندخل معانا حاجات كتيره قوي، فلازم نبقى عارفين ان في كلوزز للهوسبيتال وفي كلوزز بستخدمها في البيت. ولما ارجع من المستشفى يا ريت اتخلص من لبس المستشفى في اقرب حمام موجود للباب، بلاش ادخل واتحرك بيها، او ادخل دايركت ان انا احطها في الغساله على طول توشت، وبعد كده اغسل ايديا ووشي، وبعد كده اتعامل مع اللي في البيت. والاحسن ان انا اخد شاور سبيشالي لو في البيت ناس عندهم هاي ريسك بروبلم. اخلي بالي من السوشيال ديستانس انسايد الهوسبيتال، لان للاسف موست اوف ذا انفكشن وي كاتش انسايد هوسبيتال ديورينج سوشياليزيشن، لما بقعد اتغدى او اتعشى مع زمايلي في المستشفى، او بنشرب شاي او قاعدين مع بعض، لان الدروبليتس انفكشن في الوقت ده بيبقى فيري هاي. طيب نيجي لحاجة تاني، العيان اللي أنا بتعامل معاه أنه نوع من أنواع العيان؟ هل العيان ده confirmed case ولا probable case ولا suspected case ولا negative case؟ كل عيان ليه طريقة في التعامل. confirmed أنا لازم أستخدم كل الـ protective device بتاعتي، وده البيرسون اللي هو اتعمل laboratory بغض النظر بقى عنده symptom ما عندوش symptom وطلع positive. طيب في probable case، probable ده لو suspected case اتعمل له testing for COVID والtest طالع inconclusive، أو suspected case التست بتاعه could not be performed whatever it is. في طبعا suspected case لو patient عنده symptom لكن أنا لسه ما عملتلوش lab test، والعيان ده he should be isolated 14 يوم. واعتقد ان هو دي الايرا اللي بقت في مصر كلها، او في الاماكن اللي احنا بنسميها low income places، اللي مش هقدر اعمل فيها سواب لكل العيانين، مش هقدر اعمل تيست لكل العيانين. فالعيان اللي هو suspected بالسيمتوماتولوجي انا بعمل له isolation 14 يوم. النيجاتيف كيس ده اللي هو يا اما عيان كان كوفيد وعنده 2 تيست نيجاتيف بعد الفرق بينهم 48 ساعة، يا إما عيان أوريدي عملت له تيست وطلع كومبليتلي نيجاتيف وتعمل له 2 تيست طلعوا نيجاتيف، أو عيان سسبكتد كيس وش 2 نيجاتيف تيست. يبقى يا إما عيان ما عندوش سيمتوم وتعمل له تيست نيجاتيف، أو عيان أنا كنت كان عنده سيمتوم بس عملت له 2 تيست طلعوا نيجاتيف، أو عيان كان بوزيتيف وبعدين قلب نيجاتيف في 2 تيست بينهم 48 ساعة. الليفل اوف بروتكشن احنا فين بنعمل ايه؟ عشان اسهلها لكم، سيرجيكال ماسك في كل حته في الاماكن اللي هي الان بيشنت، في الاماكن اللي هي زي الاوت بيشنت، اول ما ادخل الان بيشنت خاصه الحته اللي فيها سسبكتد كيس او بروبابل كيس، يبقى لا البروتكشن بتاعي على الليفل 2. ليفل 3 لو انا هستخدم اي اتجاه مباشر بالنيزو فاركس بتاع العيان، يعني هركب له تيوب، هعمل له ساكشن، وفي الوقت ده انا بستخدم سيرجيكال كاب واف بي 3 ميديكال ماسك، اليونيفورم بتاعي الجاون، الديسبوزابل سيرجيكال جلوفز، الفول فيس ريسبيريتور، والحاجات دي لازم لو انا هشتغل في اي حاجه اورو فاركس، يعني هركب تيوب، هعمل للعيان تي اي، وتذر الحاجات دي.
دي امثله صغيره للميديكال ماسك اللي احنا بنستخدمها، الاف اف بي 2 سوري الاف اف بي 3 و2 والان 95 والسيرجيكال والاير بيوريفاينج ريسبيريتور، وكل واحد فيهم بيسمح بالبارتيكل قد ايه. اعتقد زمايلنا في المايكروبيولوجي والابيديميولوجي يقدروا يحلوا لنا القصه دي اكتر. لازم اتعلم البس واقلع ازاي، خاصه ان انا داخل لكاثلاب عشان اقول وانا داخل الكاثلاب هتعامل مع العيان ازاي، فالدونينج والدوفينج بتاعي لازم يبقى مهم. بلبس لبس المستشفى، لبس المستشفى ده يا اما سكراب يا اما طبعا الوايت كوت ما بقاش مستحب في كل الاماكن لانه هو بيترانسميت انفكشن اكتر، فالسكراب اللي هو بنستخدمه مره واحده وبعد كده بيتغسل، او الديسبوزابل بعمل هاند هايجين، احط الكاب، البس ال N95، البس الانر جلوفز، البس الكوفرول، البس الاوتر جلوفز وابقى ريدي ان انا اشتغل. وبعد كده الدوفينج بقلع الاوتر جلوفز، اوش ماي هاند، وفي الدوفينج كل خطوه لازم اوش ماي هاند، بقلع الجلوفز، اوش ماي هاند، اقلع الكوفرول، اوش ماي هاند، اقلع الجوجل، اوش ماي هاند، اريليز الماسك، اوش ماي هاند، اريليز الكاب والانر، بعد كده لاتكس، وبعد كده البس لبس المستشفى اللي هو السكراب بتاعي وابتدي اتحرك في الكوريدورز او اروح المكتب بتاعي او اروح السكن او واتيفر. انا بقول ده ليه؟ عشان لما يجي لي العيان ده انا ما عنديش وقت ان انا اعمل كل الخطوات اللي فاتت، فلازم ابقى ده من الديلي اكتيفيتي علشان ما اخدش فيه وقت كتير، ابقى خلاص حافظه. ايه الاكيوت كورونري سيندروم؟ الاكيوت كورونري سيندروم ده تايتل لثلاثه ديسيز، والثلاثه ديسيز كومبليتلي ديفرنت عن بعض في بعض المانجمنت وزي بعض في بقيه المانجمنت، وده بيمثله ب 40% unstable angina، 40% non ST elevation MI، و 20% ST elevation MI. طيب ده بيحصل ليه؟ انا لما بيجي لي chest pain، لما بيجي لي وجع في صدري، الوجع اللي في صدري ده لو هو جاي من القلب او هو جاي مش من القلب، هنعتبر ان هو لو جاي من القلب لان هو ده الجزء الهام في المحاضره، بيبقى سببه حاجه من الاثنين، يا اما سبلاي ديماند ميس ماتش، يعني الدم اللي جاي لي مش مكفيني ليه؟ جايز احتياجي انا كتير، وجايز الماسوره اللي جايبه لي مسدوده، يعني الاثنين يجوز. لو انا احتياجي زايد يعمل لي يا اما انستيبل انجينا يا اما يعمل لي نان اس تي اليفيشن ام اي. طب لو الماسوره مسدوده هيبقى عندي حاجه من الاثنين، يا الماسوره مسدوده بارشل يا الماسوره مسدوده كومبليت. الماسوره مسدوده بارشل يعني انستيبل، يعمل لي انستيبل انجينا، ان في عندي ثرومبس موجوده قافله لي الارتري بس قافلاه مش كومبليت، قافلاه جزء منه، فعامله لي ليميتيشن للبلد فما بيوصلش للمايوكارديوم باي ابروبريت واي. والثرومبس دي لو هي انكومبليت وصغيره تعمل يا إما وجع في صدري إلى حد ذبحة صدرية غير مستقرة اللي هي الانستيبل أنجينا، أو يعمل لي حاجة أكبر شوية، يعمل لي جلطة غير مكتملة، يعني ما تاخدش كل اللير بتاعة القلب، تاخد الجزء السب اندوكارديال من القلب، وليها اي سي جي كرايتيريا هنكمله، يا إما يبقى كومبليت اوكلوجن، والكومبليت اوكلوجن يعمل لي ST elevation MI، ودي ليها كريتيريا cardiac enzyme و ECG criteria. طب الـ ECG كل واحدة شكله بيبقى إيه؟ الـ ECG لو عندي supply demand mismatch يجي لي يا إما ST depression يا إما T wave changes. طيب ودي بنسميها ذبحة صدرية غير مستقرة وبنقول عليها dynamic ECG changes. يعني إيه dynamic ECG changes؟ يعني رسم القلب اتغير من لحظة لحظة، هو كان حاجة وقلب بقى حاجة. عشان كده من الحاجات المهمة جدا ان العيان لو كان عامل رسم قلب قبل كده انه يجيبه معاه، لان الكمباريزن ده بيبقى كتير مهم. اذا ما كانش عنده فانا بعتبر ان اول مرة تغير في رسم القلب هو انستابيليتي خلاص. طيب الاستي اليفيشن ام اي اسمها استي اليفيشن، يعني بيبقى عندي في الاي سي جي
الاس تي بتبقى عاليه. طيب يبقى الاكيد كورونري سندروم اتفقنا انهم يا اما انستيبل انجينا اللي احنا بنسميها ذبحه صدريه غير مستقره، يا اما نون اس تي اليفيشن ام اي ودي بنسميها جلطه غير مكتمله، يا اما اس تي اليفيشن ام اي ودي بنسميها جلطه مكتمله. التلاتة سيتويشن دول اسمهم اكيوت كورونري سندروم، والتلاتة دول ممكن يعملوا كومبليكيشن كتيره للعيان، وممكن الانستيبل او الذبحه الصدريه تكمل في طريقها لحد ما توصل لجلطه لو انا ما قدرتش اوقف التراك ده. طب ايه اللي بيحصل؟ يعني هو ليه بيحصل اكيوت كورونري سندروم؟ عندنا كلنا اول ما بنتولد احنا طبعا الارترز بتاعتنا ثلاثة لاير زي ما احنا عارفين، انتما وميديا وادفنتيشي. الانتما دي طبقة ناعمة زي الحديد، دي بنتولد بيها ما فيهاش كوليسترول ديبوزيت، ناعمة جدا، الاندوثيليوم فانكشن بتاعي كويس، يعني بيعمل دايليتيشن وبيعمل كونستراكشن طول الوقت عشان يعمل اوتو ريجوليشن والدنيا زي الفل. طبعا الانسان قادر على انه يبوظ اي حاجه خلقها ربنا، هو موجود في الدنيا دي ليفسد في الارض، يعني سبحانك يا رب. فهو بيبتدي الانفايرومنتال تشينج، البيهيفير بتاعه، بيدخن، بياخد لبد في الاكل، بياخد الوت اوف لبد، البروتين هاي انتيك بروتين، الكربوهيدرات اللي بتتخزن بعد كده بروتين، الوت اوف بوليوشن اللي احنا بنتعرض له، يبتدي يحصل كوليسترول ديبوزيت تحت الانتما دي، ويحصل اوكسيدايزيشن للال دي ال اللي هو اللو دنسيتي لايبوبروتين، يعمل بنتريشن للانتما ويبتدي يتحط عليه زي فايبراسكاب. الفايبراسكاب دي يجي يتحط عليها كالسيوم، وطول ما هي دورمنت ما تعمليش مشكله اكيوت حاده. تبتدي تحصل مشكله حاده امتى؟ اول ما الكراكس او الكاب بتاعه البلاك دي يبتدي تعمل لها رابتشر. فلما يتعمل لها رابتشر الاثروجينيك ماتيريال اللي موجوده في البلاك نفسها دي فيها كوليسترول وفيها ال دي ال وفيها فوم سيل وفيها انفلاماتوري ماتيريال، تبتدي تبقى اكسبوز للبلاد نفسه، ويبتدي الكاب دي ماتيريال تتفتح وتخرج للي بره. اول ما يحصل رابتشر، رابتشر ده ممكن يحصل في الانفلاماتوري سايتوكاينز، وده اللي بيحصل دايما مع الكوفيد. الكوفيد في عندي سايتوكاينز ستورم وبيبقى عندي هاي انفلاماتوري كونديشن والسي ار بي عالي، ده معناه ان الانفلاماتوري سيتويشن فيري هاي، وده لوحده يعمل لي فلاك رابتشر. حط عليها الايموشنال ستريس، حط عليها الفيزيكال ستريس، كل الحاجات دي تعمل لي بلاك رابتشر، والكونتنت تبقى اكسبوز. الكونتنت بتاعت البلاك دي ثرومبوجينيك، يبقى حصل بلاك رابتشر. طب لما هيحصل بلاك رابتشر ده ايه اللي هيحصل؟ اول ما يحصل البلاك رابتشر ده وفاجئ بان في عندي حاجات كتيره ريليز، تيشو فاكتور حصل لها ريليزنج. الريليزنج ده عمل لي ايه؟ لما بيحصل بلاك رابتشر هيحصل لي هيموريج انسايد البلاك، هتقلل لي الفيزل دايامتر، يبقى عملت لي ناروينج في الفيزل. ادي اول حاجه. تاني حاجه عملت لي ريليز للتيشو فاكتورز، والتيشو فاكتورز ده بيعمل لي اكتيفيشن للكواجيليشن كاسكيد، ابتدت تعمل لي ثرومبس. الاكسبوجر للسب اندوثيليال كولاجين ده ابتدى يلعب لي بقى في البليتلت، البليتلت دي تعمل لها اكتيفيشن ويعمل لها اجريجيشن ويعمل لها ديبوزيشن، وهوب تلاقي النهاية بتاعتي ايه؟ كورونري ثرومبوزس. ويبتدي الثرومبس دي على حسب ما هي تعمل لي كومبليت اوكلوجن للارتري ولا تعمل لي انكمبليت اوكلوجن للارتري. دي اول حاجة. طيب الاثروسكليروزس اللي قاعد ياخد سنين سنين دي عمل لي مصيبة تانية كبيرة قوي، عمل لي اندوثيليال ديسفانكشن. الطبيعي ان الاندوثيليان ده مش حاجة كده هادية، دي حاجة كل شوية عمالة تطلع لي فاكتور، الفاكتور دي تعمل لي فازو دايليتيشن وفازو كونستريكشن عشان تحافظ لي على ان البلاد ستريم يفضل طول الوقت ماشي بسرعه واحده وثابته، وسامح لي بان يحصل لي بيرفيوجن لكل الاورجان. لما يبتدي الاثروسكليروزس يعمل لي ديسفانكشن في الاندوثيليوم، يبتدي يقلل لي الفازو دايليتور افكت،
الارتري ما يبتديش يدايليت، فادام مش هيدايليت يحصل فازو كونستريكشن، ولما يحصل فازو كونستريكشن يحصل كوروناري استينوزس، وده يقلل البلاد فلو اللي رايح للأورجنز. طيب حصلت الكوروناري ثرومبس، لو هي سمول ثرومبس ونوت فلو ليميتنج ممكن تجيلي الاي سي جي حتى ايفن نورمال ما فيهوش حاجه، وده بيهيل بسرعه بس البلاك تكبر عن مقاسها شويه والعيان يستقر بسرعه ويبقى عنده شويه سيمتوم، لكن ما فيش اي سي جي ما فيش ايكو كل حاجه تمام، ويقلب لي بالوقت ان ده يبقى ستيبل اسكيميك هارت ديزيز. طيب لو هي كبيره شويه ممكن تعمل ترانزينت اسكيميا، والترانزينت اسكيميا تعمل لي بارشال اوكلوجن، الثروم بس ما تبقاش كبيره قوي، الثروم بس تبقى مش قافله الارتري قوي، قافله شويه، فتعمل لي نون اس تي اليفيشن ام اي، يعني جلطه غير مكتمله، وفي الوقت ده الماركرز هتزيد، الكاردياك انزيم هتزيد، وكمان هتعمل لي اي سي جي تشينج، يا اما يحصل لي كومبليت اوكلوجن بالثرومبس الكبيره دي قفلت لي الارتري كامل، وفي الوقت ده الاي سي جي تشينج هتحصل بس بقى اس تي اليفيشن مش اس تي ديبريشن او تي ويف انفيرشن، ده هيحصل اس تي اليفيشن وهيحصل معاها اليفيشن للكاردياك انزيم، ده الكونسيكونسز. طيب ايه الكوزز بقى بتاع الاكيوت كورونري سندروم؟ لا ده كتير، اثيروسكليروزس، عيان عنده دايابيتس وهايبرتنشن وديسليبيديميا اولد ايج وسموكر، ابتدى يحصل له اثيروسكليروزس، هوب حصل بلاك فراكشر وحصلت له اوستاسيس، او فاسكولايتس مجرد انفلاميشن اي نوع من انواع الفاسكولايتس، او كورونري امبولايزيشن لو واحد مثلا عنده اندوكاردايتس، لو واحد عنده ارتفيشال فالف، لو عنده اتريال فايبرليشن ممكن حته ثرومبس تعدي توصل للكورونري تقفلها، لو عندي كونجنتال انومالي في الكورونري نفسها، لو عندي في بعض الناس الكورونريز فيري سنسيتيف بيحصل عليهم كونستريكشن لوحدهم بنسميها برينز ميتال او كورونري سبازم، يقفل لوحده على بعضيه كده ويفتح لوحده، مشهور قوي في الكوكين ابيوزرز، الناس اللي هم بياخدوا كوكين بيحصل لهم قوي دي موجوده، وفي الفينيل اكتر من الميل، او الفيسكوزيتي بتاعت البلاد عاليه زي البوليسايسيميا زي العيانين اللي عندهم ثرومبوسايتوزس، الناس دي بتبقى عرضه اكتر من غيرهم انهم يجي لهم اكيوت كورونري او significantly increase الميوكارديال ديموند زي في حالات الاورتيك ستينوزس، العيان ده عايز بلاد كتير والسكه مقفوله من اول الاورت، فده بنسميها مسماتش ما بين الديموند الاحتياج بتاعي والسبلاي اللي هو بيجي. طيب السيمتوم بقى ايه؟ ايه الاكيوت كورونري سيندروم سيمتوم؟ اول حاجه ممكن يكون العيان عنده ستيبل اسكيميك هارت ديزيز قبل كده، يعني هو اساسا معروف ان هو عنده اسكيميك هارت ديزيز، لكن ابتدت حاجات تتغير في عنده، يعني التشست بين كان بيجيله مثلا مره في الاسبوعين ابتدى يجيله مره كل يومين ثلاثه، ده الفريكوانسي اتغير، يبقى دي واحد، او الديوريشن اتغير، كان بيجيله التشست بين يقعد 3 4 دقائق بقى بيقعد 10 دقائق، او الانتنسيتي اتغير، كان يجي له مايل تو مودريت، لا ده بقى سيفير اجونايزنج، ده معناه ان تشينج في الكاركتر بتاعه الستيبل كونديشن اتغيرت، ففي الوقت ده بنقول اتحول من ستيبل لانستيبل، او بيجي له انجينا اكريست، او ابتدى دي اول مره تجي له الانجينا وما كانتش بتيجي قبل كده، وكل دول سيمتوم للانستابيليتي. طيب الام اي دي بعرفها ازاي؟ المايوكارديال انفاركشن اعرفها ازاي؟ ساعات انا بزعل قوي لما الاقي دكتور جاي لي فيري ليت وجاي لي مايوباثيك او ايفن عنده مشكله كبيره، لما تيجي تاخد منه هيستوري بيبقى صعبان عليا لما هو ده الدكتور، اما بقى العيان اللي هو ممكن يكون الليترت ايفن اعمل معاه ايه؟ لما تيجي تاخد منه الهيستوري، لا ده انا بصي انا تعبت امبارح جدا ومش عارفه جالي كذا كذا، لما ترجع معاه بالهيستوري انت متاكد ان دي اول مره؟ لا بصي هو انا كانت بتجيلي بس مطنش، اصل كان مش عارف ايه، اصل كان بيجي ايه، اصل كان وفلان قال لي اعمل سي تي وانا طنشت، وفلان قال لي اعمل كاردياك انزيم وانا طنشت، وفلان قال لي اعمل
قرية كاس، وانا قلت لا انا مش هدخل نفسي في الدايليما دي. فلما تيجي تسمع منه الهيستوري بتلاقي لا هو عنده typical symptom and typical manifestation for ischemic heart disease. طب ايه هما السيمبتوم؟ اول حاجه pain، والبين ده يا اما pressure pain يا اما chest discomfort، وبنسميها chest pain of a typical manifestation. يعني ايه typical manifestation؟ retrosternal chest pain squeezing in nature او heaviness radiated للارم او الجو او الباك. وده كتير بنلاقي بقى لا ده انا عندي حموضه وباخد antacids، دي بقى مشهوره جدا حدث ولا حرج في جميع الزملاء يعني بدون ما نفضح بعض على الجروب يعني. او يجي عندي sympathetic response تلاقيه sweaty وتاكيكارديك وكل كليمي سكان، وتجيله الاتاكس وتروح وتجيله وتبرزست، يقول لك لا 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 سيبني بس شويه انا هبقى كويس. كده كويس ايه؟ انت لازم تروح مستشفى مش هتبقى كويس. او تيجي بباراسيمباثيك بنوزيا وفوميتنج، او تيجي زي انفلاماتوري ريسبونس ويكنس او مايلد فيفر، او تيجي بديسنيا، او ممكن تيجي كومبليتلي اسيمبتوماتيك، ودي مشهوره قوي في اللي عندهم رينال بروبلم او اللي هم دايابيتيك او اللي هو عنده الثريشولد للبين فيري هاي. وفاكر بقى ان ايه الرجوله انك ما تقولش ان انا تعبانه، وبيلبس في الحيط طبعا. طبعا أستاذ الزملاء الاطباء الذكور يعني يا فندم لما تتعب بلاش مكبرة، وبالتأكيد تسمع كويس طبعا للعيان بتاعك. الفيزيكال فايندينج البلاد بريشر اكوردنج للام اي ان هو الانتيرير التشست بين ممكن يزود البلاد بريشر، لكن دايما الانفيرير بنبقى تورز الهايبوتنشن يعني البلاد بريشر بيبقى لو، لان كتير بيبقى معاه ار في انفاركشن، والار في انفاركشن بيجيب العيان بهايبوتنشن. الهارت ريت برضو البين بيزود الهارت ريت، وإن كان في الانفيريور برضو لأن النودل سبلاي بيبقى متاخد، فممكن يجي للعيان بهارت ريت لو أو إيفن هارت بلوك. البالبيشن طبعا خلاص بقى أوبسوليت في حاجات كتيرة، لكن ساعات بيجي لي العيان متأخر قوي فبلاقي فيه بلج في الال في، وده من الديسكاينيزيا او الانيوريزم اللي في انتيرير وول. الاوسكالتيشن مهم قوي عشان اكسكلود الميكانيكال كومبليكيشن اللي اسوشيتد بالام اي، ودايما بيبقى معاه مايكرو يعني الميكانيكال كومبليكيشن اشهر حاجتين المايكرو ريجرج والفي اس ار الفنتريكولار سيبتال رابتشر. وساعات بيجي لي العيان في فيلير فممكن اسمع عليه جالوب سواء بقى اس سي او اس. لما يجي لي العيان بالحاجات دي ممكن يكون كاردياك ام اي، وممكن يكون كاردياك بس حاجه تانية مش ام اي، فبندخله في الديفرنشال دايجنوزيس. ده ممكن يكون بيريكاردايتس، ممكن يكون اورتيك ديسكشن، ممكن يكون بالمونري امبوليزم، كلها حاجات تودي في داهيه بتموت العيان. ممكن يكون مجرد حاجات بقى بسيطه اوسوفاجيال سبازم، وطبعا احنا دايما نتمحك في الاوسوفاجيال سبازم عندنا الدينايل عالي شويه. لكن في الاول الدايجنوزيس بتاع الانستيبل انجينا والمايوكارديال انفاركشن بيبقى عندي تيبيكال سيمتوم، ودي الكريسندو او ريست او نيو برولونج كراشينج تشست بين، وده بنسميه انجينال بين او تيبيكال بين فور اسكيميك هارت ديزيز. بيبقى معاه سيرم بايوماركر إليفيتد في النونستيمي والستيمي، بتبقى نيجاتيف في الانستيبل. بيبقى عندي اي سي جي تشينجز بتتراوح من تي ويف تشينجز او اس تي ديبريشن او ايفن ذير از نو اي سي جي في الانستيبل، بتبقى اس تي ديبريشن او تي ويف انفيرشن في النونستيمي، وبتبقى اس تي إليفيشن في الاس تي إليفيشن ام اي. ده الاي سي جي كرايتيري، ده النورمال، ده الـ ST elevation لو خدنا بالنا، ده الـ ST elevation MI في الأول، بعدها في hours يبقى well established والـ R wave تبتدي تقل وكيوهات صغيرة تبتدي تظهر، بعدها Q تبقى deeper بعد يومين ثلاثة، ويبتدي T wave تبقى inverted. يعني هو إحنا بنعرف إن العيان جاله MI ده أكيوت الآن ولا فيو أورز ولا قديم، مش عوزة ولا حاجة، الإي سي جي هو اللي بيفتن.
after days يبتدي بقى خلاص يبقى عندي Q واضحة جدا و T wave inversion واضحة جدا عندي، ودي اللي بتكمل معايا weeks أو يعني after 2 days أو weeks. النون ST elevation MI ما بين normal ما بين T wave inversion ما بين ST depression، وممكن تيجي تختفي كل المانيفستيشن بعد كده تماما، يعني ممكن الاس تي تبقى نورمالايز والتي ويف تبقى نورمالايز، وبالتاكيد ما بيظهرش فيه تي ويف، ودي نون اس تي اليفيشن ام اي. احنا اتفقنا ان في تشست بين واي سي جي وكاردييك انزايم. الكاردييك انزايم دي ليها تايمينج فور اليفيشن اند بريشر، واحنا بنسميها حتى symmetrical changes، يعني لو هي ظهرت في وقت مش وقتها ده مع الاكسكلوجن مش مع الانكلوجن. اول حاجه تبتدي تظهر المايوجلوبين، وهو ده مشكلته انه بيظهر بسرعه ويختفي بسرعه، فعقبال ما بيجي لي العيان بيكون اختفى، وده دايما بيظهر very early في first few hours ويختفي very early برضه في first few hours. الCK والCKMB يبتدي من 4 ل 6 ساعات يطلع ويستمر مع العيان، يوصل للبيك بتاع within one day ويبتدي يختفي within 3 to 4 days. بعدها الLDH يبتدي على اليوم الثالث والرابع يبتدي يظهر ويقعد مع العيان ما بين 6 7 ايام. التريكونين بيطلع من 4 ل 6 ساعات ويبتدي معانا من 10 ل even 15 يوم. السيمتريكال اب اند داون في المالتيبل انزايم ده بيساعدني ان انا اقول العيان بتاعي مش فاهم. طيب لما يجي لي اكيوت تشست بين هعمل ايه؟ هشوف التشست بين عدى عليه 6 ساعات ولا ما عداش عليه 6 ساعات. هنقول عدى عليه 6 ساعات. طيب العيان بقى بين فري ولا العيان ما بقاش بين فري؟ يعني انا بحاول اسهلها. في ناس مش كارديولوجيست طبعا في اللي موجودين، فانا هريحهم بالاتي. العيان لما يجي لك شوف البين بتاعه بقى له قد ايه. احنا متفقين ان الكاردييك انزايم ما بتطلعش في اول دقيقه، ده ممكن تقعد من 4 ل 6 ساعات قبل ما بتظهر. فاذا انت خدتها في الاول وطلعت نيجاتيف، ده مش معناه ان عيانك مش اكيد كورونري سيندروم، مش ستيمي او نون ستيمي. ده معناه ان انت محتاج تعمل للعيان another test بعد 6 ساعات، يعني تعيد التست تاني. فتذكر مش معنى ان انت عملت cardiac enzyme للعيان early وطلع negative ان العيان ده مش acute coronary syndrome. So we should to take care. طيب العيان عنده pain وعد عليه اكتر من 6 ساعات وعملنا له التريبونين. طيب التريبونين حاجة من الاثنين، يا يطلع negative الشست بين يريزول والعيان مش هاي ريسك، يبقى انا هديسشارج هم واحوله يعمل بقى ستريس تيست ولا واتيفر، يعمل نون انفيزيف تيست. طيب لا، العيان بقى الكاردييك انزايم بتاعته اليفيتد. طيب الكاردييك انزايم اليفيتد، اليفيتد ازاي؟ هل اليفيتد انا عملت له التيست والعيان جالي بتشست بين بعد 6 ساعات، عملت له التست وعدت التست تاني بعد 3 ساعات، طلع ان في هيوج تشينج بقى دبل، يعني الفاليو بتاعه زاد واحد، ده هوديه الانفيزيف ميجرمنت. انفيزيف ميجرمنت في حكم الكارديولوجيست يعني اثاره. فلما يجي يقول لك العيان ده محتاج كاردييك كاست، ده ما فيهوش هزار، وتذكر العيان كوفيد او نون كوفيد. طيب لو العيان فضل unchanged ومش عالي، يبقى في الوقت ده العيان هيبقى ready for discharge. لو العيان الكاردييك انزايم بتاعته عاليه بس مش high risk gradually مش بالدبل، في الوقت ده هدخله للورك اب وهشوف العيان بتاعي هل هو ST elevation MI. لو هو ST elevation MI هعمل له cardiac catheterization عشان اعمل له primary intervention. لو هو non STEMI ومش high risk non ST elevation MI همشيه على conservative measure علشان انا في COVID era. ولو العيان complicated at any time بشوفهم للcath lab في الوقت ده.
او لو العيان هاي ريسك نون ستيبل. طيب ايه التريتمنت بتاع الاكيوت كورونري سندروم؟ هنقسمهم الاس تي اليفيشن والنون اس تي اليفيشن. الاس تي اليفيشن ام اي اللي جالي في الاي ار هتعامل معاه ازاي؟ هشوف المكان بتاعي هل مجهز ان انا ادخل العيان قسطره. طب انا في وقت بانديميك هل انا عندي ديديكيتد بليس لو العيان ده سسبكتد كوفيد احطه في الكاس لاب ده ولا لا؟ طيب لو العيان عندي في مكان في عندي كاس لاب يبقى انا وزن 90 دقيقه هحط العيان في الكاس لاب واعمله برايمري بي سي ار. طب انا ما عنديش كاس لاب يبقى هدي العيان تايترينولاتيك زي ستريبتوكاينيز او تي بي اي وبعدها احوله لانفيزيف استراتيجي يعني احوله لمكان تاني في الفاسيلتي دي. طيب لو العيان نون اس تي اليفيشن ام اي اللي هي الجلطه الغير مكتمله هعمل له ايه؟ هعمل له ريسك اسسمنت. لو لقيت الريسك بتاعي عالي يعني في عندي العيان امبندنج بالمونري ايديما، العيان عندي الكتريكال انستابيليتي، التريبونين هايلي اليفيتد، العيان عنده مالتيبل ريسك فاكتور، يبقى في الوقت ده العيان ده هاي ريسك. بما انه هاي ريسك يبقى انا هحوله الانفيزيف ستراتش. طب لو هو لو ريسك انا هعمل ايه؟ همشيه على كونزرفاتيف ميجرمنت بحيث لو ديتيريوريتد في اي وقت هحوله على الانفيزيف لاب عشان اعمل له قسطره او قبل ما يخرج يعني within 3 days اقدر يعني اريلاكس المكان لان انا دايما ببقى بستقبل عيانين كتير. فانا لو الشست بين بتاعه جه قبل ما يخرج يبقى انا هحوله للكاث لاب. لو هو العيان completely stable وانا عندي مفيش فرصه ان انا ادخله ممكن اديسشارج هم لو هو لو ريسك وبعد كده اجيبه يعمل الكاث بتاعه. التريتمنت بتاع الاكيوت كورونري سندروم بنسميه فيه ادجوفنت تريتمنت، يعني هل انا العيان ياثروا يا ما اثروش هو ده بس؟ لا، في ادويه ثانيه انا هبتديها. الانتي ومتقسمين، في حاجات جنرال ميجرمنت، في حاجات انتي اسكيميك ثيرابي، في حاجات انتي ثرومبوتيك، في حاجات انتي كواجولنت، في ادجوفنت ثيرابي. يعني ايه الانتي اسكيميك ثيرابي؟ اللي هو الكورنر ستون بتاعنا البيتا بلوكر، والبيتا بلوكر المسموح استخدامها في الاكيوت كورونري سندروم دي غلطة بنقع فيها كتير من زمايلنا اللي هم مش كارديولوجيست. مش كل البيتا بلوكر بفكس لكل حاجة، يعني مش كل بيتا بلوكر إذا بيتا بلوكر. المسموح إن احنا نستخدمه في الاسكيميك هارت ديزيز البيزوبرولول أشهر حاجة فيهم الكونكور، الميتوبرولول أشهر حاجة فيهم سلوكينزوك. طبعا أنا مش يعني أنا بقول أسامي، أنا عارفة إن إحنا مش شركات أدوية فيها ولا حاجة، بس أنا بحاول أقرب القصة شوية لزمايلنا. ما ينفعش أدي كارفيد أو كارفيدالول اللي هم الجزء الكارفيدالول والنيفيرولول، دول أنتي فيلير بستخدمهم بيتا بلوكر في الهارت فيلير وفي الهايبرتنشن، مش في السيتويشن بتاع الإسكيميك هارت ديزيز. كل حاجة وليها حاجة. والاتينولول دول الثلاثه المسموح بيهم في الاز انتي اسكيميك ثيرابي. النايتريتس واحسن حاجه الشورت نايتريتس بنسميها النيتروجليسرين، وده بيبقى اي في فورم اللي هو بنسميه الاسم الدارج الترايدين. واذا كان عندي البيتا بلوكر كونترا انديكيتد في الوقت ده بستخدم كالسيوم شانل بلوكر. ثاني حاجه انا لازم اكنترول البين، لان طول ما انا عندي بين انا السمباثيتك بتاعي activated والعيان very anxious، فلازم ابتدي ادي مورفيا طالما ان انا ما عنديش respiratory problem distress. ابتدي ادي اكسجين، والاكسجين بديه لو الاكسجين saturation بتاعي اقل من 95. اكتر من كده الاكسجين بيعمل vasoconstriction وماي هارم اكتر من انه to have a benefit. الانتي ثرومبوتيك ميجرمنت هو الاسبرين، الكلوبيديجريل اللي هو بنسميه البلافكس او البراسوجريل اللي هو البديل يعني البراسوجريل الايفيانت مش موجود في مصر. في حاجه اسمها التيكا جريلول اللي هو البرليت، في تي بي اي 2 بي 3 اي وده بنستخدمه ديورينج البي سي اي بروسيجر، الانتي كوجولنت اللي هو مولكيولار ويت هيبرين والانفراكشنيتد هيبرين والفونديبرينوكس والبلوبين، وكل واحد ليه الانديكيشن بتاعه. الادجوفنت ثيرابي زي الستاتين والانجوتنسين
converting enzyme. ال ST elevation MI, there is no time للنيزوفارينجيال سواب, العيان اللي هيجي لي وانا شاكك ان هو كوفيد, العيان ده ما عنديش وقت ان انا اخد منه سواب, لان انا في 90 دقيقه لازم اكون فتحت له الشريان بتاعه, يعني اتنطط كده الشعبط, لازم اكون فتحت له الشريان, والا حولته لمايوباثيك, وان عدى من الكوفيد مش هيعدي من ال ال دي ديسفانكشن. ففي الاس تي اليفيشن ام اي ذير از نو تايم للنيزوفارينجيال سواب, والبروسيجر شود بي بيرفورمد في ديديكيتد كوفيد كاس لاب. وللاسف احنا ما عندناش في مصر فكره ان اوضه العمليات فيها نيجاتيف بريشر والاير كونديشن لازم يبقى فيه ساكشن, وما عنديش هيبا فلتر عشان اعمل فلتريشن. فاحنا ابتدينا نرتجل ان انا اكلين باستمرار الاكزيت اير بتاع الاير كونديشن, واحاول افصل الاير كونديشن من السنترال. احنا انتوا عارفين ان مستشفياتنا كلها سنترال ستيشن, سنترال اير كونديشن, فبحاول ان انا اغير البريشرز علشان ما انقلش من مكان لمكان, او افصل السنترال اير كونديشن في المكان ده وابتدي اعقم دايركت المخارج والمداخل بتاعته علشان ما انقلش واعمل ترانسميشن للانفكشن everywhere. البيشنت شود بي تراياجد من الاول ان ريجن ويز هاي ريت كوميونيتي ترانسميشن, اللي احنا كنا فيها في الايرا بتاعت شهر 6 و7. انا هعتبر كل العيانين اللي هيجولي suspected. النون اس تي اليفيشن ام اي الفيري هاي ريسك هيتبعوا الاس تي, لازم نفس الحكايه انفيزيف استراتيجي, لكن المودريت واللو ريسك هيبقى الكونزرفاتيف باث واي, ودول اللي هديهم الميديكيشن بتاعهم في مستشفى فيها الفاسيلتي فور كوفيد. إذا كانوا ويبقوا في مكان لوحدهم, إذا كانوا نيجاتيف هيتحولوا للأماكن النيجاتيف, إذا كانوا بوزيتيف هيتحولوا للأماكن البوزيتيف. مش هيفرق معايا إن أنا أستنى النتيجة بتاعت السواب وأنا بديلهم الميجرمنت بتاعتهم. أول ما تظهر لي تو نيجاتيف ريزلت بينهم 48 ساعة و in absence of suspicion symptom, في الوقت ده يبقى انا قلت اقدر ادخل العيان بتاعي لكرونري انجيوغرافي ان بي سي اي. خلي بالنا ده العيان اللو والانترميديت ريسك نون ستيمي, ده اللي هستنى عليه يومين واعمل له سواب في اليومين دول واشوف اذا كان نيجاتيف هعمله البي سي اي في الروم اللي هي كلين اريا او نون كوفيد بليس, لو طلع بوزيتيف هعمله في الكوفيد بليس. لكن لو العيان بتاعي اس تي اليفيشن ام اي, او العيان بتاعي نون ستيمي بس هاي ريسك, في الوقت ده هدخله المكان اللي هو الكاس لاب اللي فيه اللي انا معتبره فيه يعني ان هو كوفيد بوزيتيف او سسبكتد بليس, علشان انا بحمي كل التيم اللي موجود وبمنع الترانسميشن من عيان لعيان ومن عيان لدكتور او من دكتور لعيان. طيب لو العيان بتاعي لا بوزيتيف, انا عارف ان هو بوزيتيف, يبقى ان انفيزيف وهعمل له انفيزيف ابروتش لانها كلينيكالي انديكيتد, والعيان انا عارفه ان هو جاي لي مثلا من مستشفى وشخص ان هو كوفيد او عنده سيمتوم بتاعت الكوفيد كلها, وعملت له السي تي طلعت كوفيد, يعني العيان ده خلاص انا هسيرف هم على انه العيان ده في الترانسبورتيشن بتاعي في نقلي من مكان لمكان من نقطه لنقطه, لازم احافظ ان انا ما اعملش بوليوشن في المستشفى كلها, فلازم انقله في تراك سيف, تراك كله ده الكوفيد تراك. يبقى العيان اللي انا suspected لازم يتنقل في كوفيد تراك, العيان النون suspected لازم يتفصل ويتحط في نون كوفيد تراك. طب لو محتاجه اعمل له انتيوبيشن,
يبقى لازم احاول اولا افويد الانتوبيشن على قد ما اقدر لحد ما احطه في مكان كلوز. لكن افرض ان انا اضطريت، يبقى في الوقت ده هتعامل مع العيان بكل البروتكشن ديفايس بتاعي وهانتوبيت ماي بيشنت وبعد كده انقل. اوكي. لازم ابقى مخلي بالي وانا يعني العيان، لو انا هعمل له ساكشن، لو انا العيان ده محتاج اركب له تيوب، احسن حاجه طبعا ان انا الاف بي بي الاف بي بي 3 سوري البي بي اف 3 والكمبليت اريزولا الأنبوباج وعند التيوب بحط بكتيريا الفلتر اللي هو بتاع الفنتيليتور، في بكتيريا اند انتي بكتيريا اند انتي فايرال فلتر بحطه علشان امنع برضو الديسيمينيشن ما بين التيوب بتاعت العيان والسراوندنج. البروسيجر اللي ممكن تتعمل بيت سايد اعملها بيت سايد علشان ما احتاجش انقل العيان من مكان لمكان. يعني عايز اركب سوينجنز، انت ممكن تركب السوينجنز بيت سايد، مش لازم تنقله للكاسلاب عشان تركبها له. انت عايز تركب تنتري بيس ميكر، ممكن تركبه من غير ما تنقله للكاسلاب. يعني الحاجات اللي ممكن تتعمل بيت سايد حاول تعملها بيت سايد، بلاش تنقل العيان، لان مع نقل العيان في انكريز الريسك ان انت تديسيمينيت الانفكشن. الكاسترايزيشن الكاث لاب بتاعي لازم يبقى كل الناس ويرينج ات ليست ليفل 2 او ايفن 3 للبي بي ايز كلها، انكلودنج زي ما بنقول الاف اف بي 2 او الاف بي 3، لان هو ده اللي بيعمل لي كفر ما بيعديش ال 0.3 مايكرون، اللي هو ممكن يعني لو السيرجيكال ماسك لا هيعدي. فلازم ابقى معتمد ان انا لابس ده، لابس الجاون، لابس الجلوفز، لابس الجوجلز، لابس الفيس او الفيس شيلد، بحيث ان انا كومبليتلي بروتكت. زي ما بنقول لو انا هعمل انتيوبيشن للعيان، لو انا هعمل ساكشن، لو هحط العيان على نيبيلايزر، الحاجات دي كلها بتبقى محتاجه ان كل الستاف يبقوا بروتكتد. الاحسن ان انا استخدم الاير بيوريفاينج ريسبيريتور، وان اكون مستخدمه الهاي افيكاسي بارتيكليت اير فلتر دايما على الانبوباج. ده السكيما بتاعه العيان لما يجي لي دخل الاي ار. هشوف العيان كده، اعمل له سكريننج بسرعه، هل عنده فيفر ريسبيراتوري سيمتوم، اني مانيفستيشن يعني سبورت، كان كونتاكت بعيان قبل كده، كان كونتاكت جاي من مكان فيه كوفيد، في فاميلي هيستوري في السراوندنج بتاعته كان عندها كوفيد، وات ايفر كده. هنقل العيان في حاجتين، كوفيد بوسيبل ونو كوفيد. No COVID هترياج هم according to situation، stable ولا unstable، STEMI ولا unSTEMI. STEMI هدخله الكلين كات لاب، non-STEMI high risk هدخله الكلين كات لاب، أو non-STEMI low risk أو intermediate risk هحطه في clean area في ICU. طيب COVID infection possible، يبقى في الوقت ده هشوف العيان بتاعي، يا اما دخله الكاث لاب لو هو ستيمي او هاي ريسك نون ستيمي، لو هو انترميديت ريسك او لو ريسك يبقى في الوقت ده هحجزه واخد منه السوابس بتاعتي، او اكونسيدر ان هو يبقى بعد ما ستابيلايز هيز كونديشن ان انا اعمل له هوم ايزوليشن او وات ايفر اكوردنج للسيتويشن والاستابيليتي بتاعتي. كل النون انفيزيف ايمجينج اللي مش محتاجها ما تتعملش. يعني during pandemic اي حاجه انا مش محتاجها بجد بليز ما تتعملش. يعني مش لازم اعمل روتين كاردياك ايمجينج، مش لازم العيان يجي عشان يعمل ايكو عشان يطلع ميترال فالف برولابس. يا جماعه يعني مش هيحصل حاجه لما العيان يعمل ايكو بعد شهرين ثلاثه ولا بعد سنتين ثلاثه،
لما تعدي الموضوع احاول على قد ما اقدر ان انا افعل التلي ميديسن على قد ما اقدر، خاصه في الكونسلتيشن، لان ده بيخلي العيان وما احجزوش فترات طويله في المستشفى الا لو كان في وقت الانستابيليتي، واعمل دايما ري ايفالويشن للحاجات اللي انا عايزاها، وابعد العيانين حتى عن بعض علشان الفير اوف كونتامينيشن اند كاتشنج الانفكشن during الانفستيجيشن. لازم الايمج استخدمها as short as possible، يعني ولنفرض انا لازم اعمل ايكو للعيان، مش لازم اخد كل الفيوهات الستاندر والنون ستاندر، انا هعمل سكرين في ثواني للايكو عشان اقلل الكونتامينيشن ما بين عيان لعيان وما بين الدكتور للعيان، لان كل ما قللت الفتره الاكسبوجر تو ماي بيشنت ده هيؤدي في الاخر ان انا حتى لو كاتش الانفكشن الفيروس لون عندي اقل. بنقسم كل حاجه في الدنيا دايما لامرجنسي وارجنسي ولو بروبابيلتي، فممكن يعني اعمل الحاجه وزن مثلا 3 شهور، اقل من 3 شهور او اكتر من 3 شهور، فبليز احنا هنستريك to the emergency طالما ان احنا عندنا pandemic related to الاكيد coronary syndrome. فاحنا بنقول ال ST elevation MI وال non ST elevation MI of high risk ده emergency، وال cardiogenic shock دول هما ال emergency اللي انت مجبر ان انت تحافظ على نفسك بس تدخل العيان. ال urgent هن manage العيان conservative as much as we can. ال others هنشفت العيان لو هو low priority هنشفت العيان في خلال 3 شهور، لو هو elective هنلغيها لبعد الثلاث شهور. يعني ملوش لازمة ان احنا، يعني انا شخصيا ضد فكرة ان انا افعل elective list، وان كان كلنا مضطرين في مستشفياتنا دلوقتي لان اجبار جات لنا orders لازم نفعل elective list، وان كان مش هيحصل حاجة للعيان لو استنى 3 شهور on elective basis. لا يعني احنا لو خدنا العيانين دول وفلترناهم هنقدر نقول مين الامرجنسي نعمله دلوقتي، مين الارجنسي هنعمله يعني within weeks، بحيث بس اعمل جاب وافصل العيانين ما بينهم وما بين بعض، مين اللي هم low probability ان هو يحصل له complication من الاسكيميك هارت ديزيز، ففي الوقت ده ممكن امانج هم في خلال 3 شهور، مين اللي اقدر اشفت هم بعد 3 شهور وبعد سنه وبعد سنتين، لان كل الترايل حتى يمكن الكارديولوجيست عارفين ان في حاجه اسمها اسكيميا ترايل قالت ان ما فرقش كتير العيانين اللي كانوا ستيبل اسكيميك هارت ديزيز اللي اثرتهم من اللي ما اثرتهمش. ده نفس الكلام ان اللي هم الفيري هاي ريسك والهاي ريسك هم اللي هبتدي اتدخل فيهم، لكن الانترميديت واللو ريسك ابتدي بقى اعمل لهم تيست فور كوفيد واشوف اذا كنت هعمل لهم انفيزيف ولا نون انفيزيف ولا هتعامل معاهم. الاستيمي احنا متفقين ان يا اما هعمله حالا في خلال 90 دقيقه، وابتدى الكلام الكونتكست بتاع لو اقدر اشورتن لحد 60 دقيقه يبقى احسن، لو مش هقدر يبقى في الوقت ده بدي ثرومبوليتيك ثيرابي وبحول العيان لمكان كابابل ان هو يتعمل له قسطره فيه، وده بنسميها برايمري بي سي اي لو انا هعملها بدون ثرومبوليتيك ثيرابي. لو هعملها with thrombolytic therapy within 3 hours أو 24 hours دي بنسميها pharmaco invasive، يعني بدي للعيان thrombolytic وبعد كده ببعت أعمل له قسطرة within few hours، أو العيان بدي له thrombolytic therapy وما بيتحسنش ففي الوقت ده لازم أدخله الكاس لاب وبيبقى اسمها rescue، يعني بلحق يعني بنقذ ما يمكن أنقذه. لكن يعني الستاندر بتاعي البرايمري بي سي اي ان انا لازم افتح الارتري بتاعه as much as I can، ف 60 دقيقه اللي هم مسموح لي بيهم دول ما عنديش وقت ان انا اخد سواب ولا اقدر اعمل للعيان سي تي، فانا بعتبر ان العيان بالسيمتوماتولوجي بتاعه ان هو suspected، واي عيان هيجي لي during pandemic انا معتبراه suspect. دي الريكومنديشن للفايبرينوليتيك ثيرابي، الانديكيشن بتاعها
الفايبرين ولاتك ثيرابي او الريبرفيوجن استراتيجي انيشال تريتمنت as soon as possible after السيمي دايجنوزس بريفيرد لو حتى العيان قبل ما يجي لي المستشفى. في بعض الاحوال بيدوها في الامبولانس ودي واخده كلاس 1 ريكومنديشن يعني في اتفاق عالمي براندمايز ترايل بميجا ميتا اناليسز والليفل اوف ايفيدنس ايه يعني سبورتد بكل انواع الايفيدنس. الفايبرين سبيسيفيك ايجنت زي التي ان كي والالتبليز والريتابليز از ريكومندد. للاسف احنا عندنا في مصر الستريبتوكينيز وان كان الافيكاسي بتاعه طبعا اقل لكن هو بيكوز ليس كوست هو اللي مستخدم. هاف الدوز اوف تي ان كي از يوزد لو العيان فوق ال 75 سنه وده واخد انديكيشن 2A. الانتي بليتلت ثيرابي اللي احنا بنديها بندي اورال اسبرين واحيانا بندي لما العيان بيبقى كوماتوز او كودنت تيك اورالي بندي اي في اسبرين. الكلوبيديجريل از انديكيتد مع الاسبرين ودلوقتي بقى الانديكيتد اكتر من الكلوبيديجريل البراسوجريل بس ده بعد ما بنشوف القسطره بتاعت العيان اذا كنا هنكمل بي سي اي ولا لا. للاسف مش موجود في مصر اللي موجود الفرليك او اللي هو التيكا جريلوس. الدبل انتي بليتلت بنستخدمهم للعيان لمده سنه وبعد كده بنقدر نسقط الكلوبيديجريل او التيكا جريلول ونكمل على اسبرين. الانتي كواجيليشن از كوثيرابي للفايبرينوليتيك ثيرابي الانتي كواجيليشن از ريكومندد ان بيشنت تريتد ويز ليتيك ثيرابي انتل ان احنا نعمل ريفاسكولاريزيشن للعيان او during the first 8 يعني الماكسيمم بتاعي 8 days من الدخول المستشفى. بندي البريفيرد الانوكسيبارين اللي هو الكليكسين وهو بريفيرد على الانفراكشنيتد هيبارين. الانفراكشنيتد هيبارين بستخدمه ويت ادجستد ببولس انفيوجن وإن بيشنت تريتد بالستريبتوكينيز الفوندي برينوكس اي في بولس فولود بسبكوتينيوس دوزس بنديها كل 24 ساعة وده لو استخدمنا النون انفيزيف استراتيجي يعني انا هستخدم هديله ستريبتوكينيز وبس مش هدخله قسطرة. لو هدخله قسطرة الفوندي برينوكس از نوت ريكومند. الانترفنشن بعد الفايبرينوليتك بستخدمها في حاجتين. الفايبرينوليتك بستخدمها لو انا هنقل العيان فانا مش عايز 60 دقيقه بتوعه لحد 90 يعدوا والماكسيمم في الترانسفير لحد 120 دقيقه. فاذا لقيت الموضوع هيطول بدي ثرومبوليتك ثيرابي وبنقله المكان فيه قسطره يتعمل له القسطره وزن بعد 3 ساعات. او لو العيان ابتدى يكمبليكيت بانه يحصل له احنا بنسميها حاجه من اثنين يا ميكانيكال كومبليكيشن يا الكتريكال كومبليكيشن. يعني لو العيان دخل في شوك يبقى ده خلاص احنا كده كومبليكيتد العيان في شوك لازم ادخله او العيان فيه اريزميا والاريزميا مش بتتحس. بعدها احنا بندي المشهور هنا في مصر فعشان كده وان كان التي ان كي موجود فالستريبتوكينيز اكتر شهرة بندي 1.5 مليون يونت من 30 ل 60 دقيقة اي في. التي بي اي بندي 15 ميلي جرام بولس فولود بـ 0.75 ميلي جرام بالكي جي over 30 minutes up to 50 milligram وبعد كده بندي 0.5 milligram per kg IV over 60 milligram لحد 35 milligram. الكوست هنا اللي بيفرق معايا TNK بيتاخد سنجل دوز وده احنا كلنا بنبريفيرت لانه ممكن اديه في الامبلانس. بدي 30 milligram لو الويت بتاعي اقل من 60 35 لو الويت من 60 ل 70 40 لو الويت من 70 ل 80 وهكذا بالشورت. الاسبرين بستارت من 75 ل 250 ملي جرام شوربل كراشبل وبعد كده بدي ديلي من 75 ل 100 ملي جرام.
الكلوبيديجريل بدي 300 مللي جرام فولد ب 75 مللي جرام، التيكاجريلول بدي 180 مللي جرام بولس وانس، وبعد كده بدي 90 مللي جرام بي اي دي. الانوكسيبارين لو البيشنت اقل من 75 سنه بدي 30 مللي جرام اي في بولس فولد ب 15 مللي جرام ليتر، وبعد كده بدي 1 مللي جرام بير كي جي سبكوتينس كل 12 ساعه. الانفراكشنيتد هيبارين بدي 60 وحده بير كي جي، ساعات بندي امبيريكال 10000 كده، بس بناخد بالنا اذا كان ست او اذا كان اندر ويت، ان انا لو هم كده بحسبها بالكي جي، لكن لان يعني كتير بندي 1000 في الساعه مينتنس، يعني بندي سوري 5000 وانس وبعد كده 1000 في الساعه مينتنس، وبعمل اي بي تي تي للعيان لازم يبقى اكتر من الدبل نوت مور ذان تريبل الاي بي تي تي بتاعي. الفونديبرينوكس از افكتد دوز 2.5 مللي جرام وانس ديلي، وخلي بالي ان ده في النون انفيزيف استراتيجي اونلي، لكن في الانفيزيف استراتيجي لازم يا اما انوكسيبارين اللي هو الكليكسان او انفراكشنيتد هيبارين اللي هو الهيبارين. تعبتكم محاضرة تقيلة. My message final لكل الهيلث بروفايدر: be safe as much as you can and thank you. Waiting for your questions. طبعا احنا بنشكر الدكتورة غادة جدا على يعني على تعبها معانا، وان هي ضيعت يعني عملت وقتها وخدت من مجهودها، وبصراحة يعني ايه هي عملت المحاضرة دي في اقل من اسبوع يا جماعة، فاحنا عايزين نشكرك جدا، كلها معلومات قيمة وكلها حاجات كويسة عن الكوفيد. وفيش حد عنده سؤال يا شباب يعني يسأل غدا؟ طبعا انا متشكرة جدا على الدكتورة منى طه منورانا، والدكتور اسامة، وطبعا الدكتور محمد الوقت منورنا ومشرفنا، وطبعا ايناس وايمان كتر خيركم. فانا مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة. ورفيق راح فين؟ خرج تاني يا اولاد ولا ايه؟ خرج، ما علينا. ورفيق بيزورنا ويخش ويخرج. جاري البحث عن رفيق. ايوه خرج، دخل وخرج. كويس. فانا حابه جدا اشكرها واشكركم، واتمنى على طول دعمكم وافكاركم معانا في المؤسسه، واللي يعني حابب المؤسسه والله يا جماعه ماشيه، بس انتوا عارفين البيروقراطيه المصريه بتاخد وقت قد ايه عقبال ما بنخلص الورق. احنا بقى لنا مثلا اسبوع بنجري وراهم. يا دكتور احمد قول لهم انت بقالك قد ايه بتجري ورا الناس بتوع التضامن عشان يدونا جواب عشان البنك، واحنا حاطين فلوسنا في البنك من زمان، بقالنا ايه اكتر من سنه احنا حاطين فلوس، يعني مش متاخرين. هما اللي مش عايزين يدونا تفعيل للحساب علشان الناس اللي عايزه تتبرع. انا طبعا بشكركم جدا جدا جدا، ومستنيه دعمكم جامد للمؤسسه، ومستنيه افكاركم. تحبوا نعمل ايه اكتيفيتيز تاني لغايه ما ربنا يسهل ويفعل لنا الحساب؟ علشان احنا ابتدينا انا والدكتور احمد ان احنا نبتدي نخاطب البنوك علشان يحاولوا ان هم يبقوا معانا في المشروع الاولاني بتاعنا بتاع وحده القضاء والسكري في مستشفى الفيوم العام، واحنا لازلنا على موقفنا. وان في ناس بتسالني احنا هنعمل ده امتى؟ لا هنعمله ما تقلقوش، بس الفكره كلها ان الوقت في مصر واسع شويه، فضفاض، ما عندهمش ان هم قلبهم على الموضوع فيجروا عليه. انا شايف الدكتور اسامه رافع ايده. دكتور اسامه اتفضل. يا دكتور اسامه. إيمان البص، يعني هسأل الدكتورة غدا سؤال. اتفضل. انا عندي كرونيك توتال اوكلوجن في ال اي دي، ايه علاقته بالهارت بيرنن؟ بيجي كتير، بس انا سمعتك في النص وانت بتتكلمي كده فمش فاهمه. بص حضرتك، السي تي او انواع، يعني ايه؟ يعني سي تي او عندي كولاترال ولا سي تي او ما عنديش كولاترال؟ عندي كولاترال. كويس. لو سي تي او عندي كولاترال، الكولاترال تشيلني في المعتاد طالما ان انا ما عملتش حاجه تزود الديموند قوي. وكل ما عملت اكسرسايز وكل ما قللت الويت بتاعي وكل ما حسنت الهيلثي فود بتاعي، كولاترال زياده وزياده وزياده هتتفتح وهتحل لي مشكله السي تي او اللي موجوده. السي تي او في حالات كتيرة قوي مش لازم يتفتح، وإن كان إحنا أسترجية فإحنا بنحب نفتح أي حاجة، فالسي تي او بيتفتح.
لكن انت هتستفاد منه ولا مش هتستفاد، دي another element. طب بنعمل ايه؟ بنعمل حاجتين. اول حاجة بنعمل perfusion scan واشوف عندي التراتوري بتاع الـ LED ده في اسكيميا وهاي اسكيميا ولا لا. لو في اسكيميا هاي الاحسن يتفتح، لو ما فيش اسكيميا هاي امشي medical treatment من غير حاجة، كفاية هتبقى قوي. طيب في اسكيميا هاي وقررت ان انا افتحه، بعمل مالتي سلايس سي تي عشان اشوف الارتري بعد الحته التوتال اوكلوجن دي، لان كتير بنفتح التوتال اوكلوجن ونفاجئ ان الارتري فيري سمول واتينيويتد ديستالي، فانا ببقى فتحت على الفاضي والعيان مش هيتحسن كتير. فبعمل مالتي سلايس سي تي تقول لي الكاليبر اوف ذا ارتري بعد الحته بتاعت التوتال دي يستاهل ولا ما يستاهلش. طب بيجي هارت بيرن ليه؟ الهارت بيرن جزء من انواع الاسكيميا، يعني من انواع الشست بين، لانها هو مش هارت بيرن، هو ايبيجاستريك بين. الايبيجاستريك بين ده انت بتحسه ازاي او انت بتترجمه ازاي؟ لو تقلت في الاكل انا محتاج حضرتك، ده نوع من انواع الاسترس، انت مش متخيل ان هو نوع من انواع الاسترس. انت كانك لو تقلت، يعني لو اكلت بطايه كده حلوه جميله كده وقعدت رحرحت فيها حضرتك، ده انت طلعت دورين جري. يعني احنا بناخد الدنيا كده. طيب هيجي لي الهارت بيرن، هتفاجئ ان ديس هارت بيرن مش بيروح بالانتاسيد، بيروح بالسبلينجوال نايتريت. ده از اسكيميك بين، لكن اللي بيروح بالانتاسيد ده جاستريك. وخلي بالك ان الاستومك جزء من، يعني هو احنا بنسمي ايه، الهارت بيودي بلاد سبلاي للحتت المهمه في الاول. يعني احنا لما نشوف الناس اللي هم عندهم هارت فيلير لا قدر الله او كده، تلاقي الابندجز بتاعته تختفي، يعني تلاقي الشعر بتاعه ما يبقاش غزير، تلاقي السكين بتاعه يبتدي يبقى دراي. الحاجات اللي هي مش مهمه ما بيوصل لهاش بلاد سبلاي بدري، لان هو الهارت لازم يدي للفيتال اورجان، يدي للبرين، يدي للكيدني، يدي للليفر، يدي الحاجات المهمه، فيبتدي يلوز الحاجات اللي هي مش مهمه، لان الحتت دي هي بتاخد اكسجين اكستراكت بتاعها الاول، وبعدين بقى يبقى ضوافرك وجلدك والحاجات الباقيه. فهو كميه البلد اللي رايحه للاستومك هي عشان لقيمات، هتعدي اللقيمات هيحصل اندايجشن، لان البلد سبلاي اللي واصل للاستومك لس، فهتعمل لك اندايجشن لان it is some sort of ischemia على كل حته. علاوة على ان ممكن يكون الاثروسكليروزس، ما هو الاثروسكليروزس يا بيه مش في الكروناري بس، هو اللي عمل لك توتال اوكلوجن في الال اي دي كان ايه؟ اثروسكليروزس. ابتدى بدري فين؟ في الكروناري. لكن هل ده معناه ان ما عندكش انذر بلاك اول اوفر يور بودي؟ يعني لو عملت لك الكاروتيد مش هطلع اثروسكليروزس؟ يعني لو عملت لك الارتيريال ديزيز الارمز والليجز، ومين اللي قال مش هيحصل؟ يعني فهمني. فتلاقي لا، في مشاكل كتير قوي من الاثروسكليروزس اوف ذير ارتريز. الاثروسكليروزس مش كروناري بس، احنا بنسميها كارديوفاسكولار تشين، هو cardiovascular disease. الهارت ما بيتشافش لوحده، بيتشاف الهارت والارتريز كلها، البيج ارتري والميديوم سايز ارتري والسمول ارتريز. الفرق هي فين سبق التاني، يعني الكروناري سبقت، لكن مين قالك ان الجاستريك ارتري بتاعك سليم؟ هو ما وصلش لانه ستينوزد كومبليتلي، لكن في اثروسكليروزس، فالبلاد سبلاي كمان بامبد من الهارت اقل، والديماند بتاعك اكتر، واللي وصلت لستومك اقل. يعني بص بقى كام حاجه تعمل لك اندايجشن، ممكن تكون اسكيميك بين وريبريزنتنج از ديجاستريك بين، وممكن تكون اندايجشن بيكوز ذا بلاد سبلاي اتاتشد تو ذيس اريا از ليس. دي بتتحسن ممكن قوي تاخد نايتريتس قبل اكله ثقيله، فلما بس يعني مش بنصح قوي، باني يعني ده مش عذر ان انا اتقل في الاكل، عشان بس نبقى متفقين. وخلي دايما اكلك سبليتد، يعني كل 5-6 مرات في اليوم سمول اماونت، وما تعملش ميكس، يعني ما كلش البروتين مع الكربوهيدرات مع الشوجر،
مش سمك لبن تمر هندي، ولازم يبقى هيلثي فود، يعني لازم اخد الفود. يعني انا كان دكتور محمد عبد المنعم زميلنا او الناس بتوع نيوتريشن يساعدونا ويدخلوا معانا في القصه دي، لان احنا عندنا a lot of bad habits. يعني انا مثلا لازم اكل فاكهه بعد الغداء او بعد العشاء، which is completely mistake, which is completely wrong، لانها عقبال ما بتبقى digested بتبقى already spoiled، طلع على طول جازس بس احنا خلاص خدنا على كده. انا ما ينفعش اكل من غير ما اكل فاكهه بعد الاكل، معناه هو الصح يا اما تاكلها ان سيبريت يا اما تاكلها قبل الاكل. ففي حاجات كتيره قوي احنا بنعملها غلط. لما تيجي تقول انا هاكل وجبه متكامله، هو لازم الوجبه المتكامله تاكلها مع بعض في نفس الوجبه؟ يعني هو لو كل لو انت عملت سبلت للاكل بتاعك، يعني كلت مثلا البروتين والفيجيتابلز لوحديهم وبعد شويه مثلا كلت الكربوهيدرات، هيقول لك لا، يعني هو الديلي ريكويرمنت بتاعتك كام بورشن كام بورشن كام بورشن، خمسه فروتس او فيجيتابلز، اثنين بروتين، واحده كربوهيدرات. فهو قسم البورشن دي على اليوم كله، لكن ما تجيش ممكن يكون طبعا ممكن يكون من الاسكيميا وممكن يكون من الاندايجيشن، خاصة ان انت بتاخد اسبرين كمان، والاسبرين بيعمل جاستريك افكشن وممكن يعمل اندايجيشن. وان كان انا متوقعة ان مع الهيفي ميل مش مع الميل العادي. تمام، بعدين تعال لنا يا باشا نفتح لك ايه ده، احنا معانا لا 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 لا, لا 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 حاولوا ما عرفوش والله الحمد لله انهم ما عرفوا. اقول لك على حاجه، الحمد لله انهم ما عرفوا. انت مين اللي حاول معاك؟ طارق الجوهري ومحمد اشرف، اتنين مع بعض ما عرفوش. بص، هو لما في ناس بتيجي اكسبرت من بره، بيجي ساتورو من اليابان، وبيجي جالسي من ايطالي، والاثنين خوفوني منه قالوا له 4 ساعات والداي هتضرب الكدني، واخوفوني منه لازم تدخل عمليات بعدها ونسكت كده. لا بص، يعني انا زي ما بقول لك كده، مش كل حاجه تتفتح لو هي عامله لك سيمتوماتولوجي وعندك اسكيميا بيردن. طب انا لو انا عايز سيرجن انفستيجيشن اعرف السبب ده ايه، اعملها ايه؟ اعمل لا، هو مش عشان تعرف هو سببه ايه، سببه حضرتك ان في عندك اكيد سموكر ودايبتيك وهايبرتنسيف وفاميلي هيستوري وديسليبيديميك، يعني سببه كتير نقعد نعقه. كل ده موجود والله، كل ده بالظبط. يعني هو انا هعرف السبب هيفيدني بايه السبب؟ ما خلاص انا لبسته في الحيطه يعني. وفيهم حاجات تنفع تتغير، وفي يعني حضرتك راجل دارس كاركتر، هعمل فيه ايه يعني غيرك ازاي؟ كلنا بننكريز في الايدج دي، هنيل فيها ايه؟ ما هو غصب عننا يعني، في موديفاينج ونان موديفاينج. فمعرفت السبب خلاص، قدر الله ما شاء فعل. هو انا هستفاد ولا مش هستفاد؟ الاحسن اعمل برفيوجن سكان واشوف. لو انا عندي اسكيميا اوف ا بيج بيردن يبقى مهم ان انا افتح. ما عنديش اسكيميا ويز ا بيج بيردن، يبقى ميديكال مانجمنت والدنيا تبقى زي الفل ومفيش مشاكل خالص. عملنا فين البرفوجن دي؟ احسن مكان الفا سكان، في الدكتور عادل علام من الناس البرفوجنست الكويسين قوي. نعمل مسح ذري ام بي اي ونشوف الاخبار بتاعتها. اذا لقينا الامور ماشيه وزي الفل واللطيف لطيف، ميديكال مانجمنت مش هعمل حاجه. والكولاترال بتاعتك لو شايلات زي الفل، يعني هو ربنا عمل لك باي باس، يعني اعوك انا ليه لو الكولاترال شايلاك؟ يعني في ناس بنشوف عندهم كولاترالز خراطيم، يعني ده لما بتنكش عليه ده حرام انك تنكش عليه، لان هو ربنا عمل له باي باس من عنده. يعني انا هجيب التايهه يعني خلاص ربنا يعني. وعلى فكره اللي عندهم سي تي او توتال اوكلوجن ده، ما تقلقش مش هيحصل له مصيبه اكتر من اللي حصلت. يعني صراحه يا دكتوره غاده، الملابس سعدي يا امي، الملابس كده يعني. ها
انا الناس تعقدت للراجل مش طريقه اللي انت ليها. اه والله كده اروح اموت يا ايمان، انا اروح اموت يا ايمان. لا لا بعد الشر، بعد الشر، بعد الشر يا بس يعني ايه. لا بطمن شغفنا للحياه بقت حاجات بالنسبه لها دي عاديه يعني. بطمنه انه مش هيحصل اكتر من اللي حصل يعني، هو خلاص هيحصل يعني، مش هيتقفل، ما هو اتقفل خلاص يعني، ف يعني خلاص هو اتقفل. بس لازم تبراكتس اكسرسايز وباي ريجولر واي، واحسن اكسرسايز في الدنيا انك انت تمشي بالظبط، امشي في مكان اوبن، مكان حلو كده يعني، في جنينه، في في ساعه كده مغربيه ونسمه حلوه كده، نسمه هوا حلوه، او بدري قوي. كلام بتاع التلفزيون ده؟ حاضر حاضر. لا والله مش كلام تلفزيون، والله العظيم ما كلام تلفزيون. طب انا هقول لك بص يعني من غير تريقة، اللي هيتريق هزعل منه بجد. لما بتبقى بتشوف حاجات تمتعك او تحسسك ان انت يو ار ان بارادايس، على فكره ده مش هزار، ساعات بتلاقي نفسك لودد جدا، لان احنا ما تعلمناش في كليتنا السيئه دي ان انت تستمتع بالحياه يعني. احنا بنستمتع بالستريس حقيقه يعني. ايوه بالظبط يعني، الحقنه فين الاستريس يا جماعه؟ انا بقالي اسبوعين ما يعني احنا في الكاث لاب بقول لهم هي الحالات بقت روتين كده ليه؟ احنا بيوحشنا الادرينالين اللي بيطلع لما الحاله تبقى صعبه او يبقى فيها مشكله يعني، تقول انها تشالنجينج. بقول لهم احنا الكليه دي علمتنا ازاي يعني نعشق الاسترس مش نستمتع بالوقت. جرب كده ان انت تروح مكان ما تعرفش فيه حد وتلبس شورت تقعد على الشط كده تعكس البنات يعني مش كل البنات، مراتك بتسمع بيعكس البنات، شكله بيعكس البنات، مراتك بتسمع هتكرهني هتكرهني. ايوه انا بقولك كوبايه عصير ليمون كده كبيره قوي تستمتع بشربها يعني، احنا حتى لما تيجي بتشرب الميه بتعبيها يعني، عارف احنا بناكل بنجري بنشرب بنجري، مش بتنزل في الحاجه كده، مش يعني عايز تعيش كويس. بص على البواب وانت نازل وهو قاعد مراته جنبه ومعاه كوبايه شاي، والله دي صح، بيشربها كأن الدنيا وما فيها. دي صح والله يا سيدي، علشان هما بينجوي باي سيمبل ثينجز. احنا زمان الناس كانت بتستمتع بكوبايه شاي في البلكونه وشويه لب، مش حاجه قيمه يعني. بس أيوة الفكره كلها ان احنا حياتنا بقت معقده بما فيه الكفايه، اللي هو تشالنجينج طول الوقت، باصص للناس وباصص لغيرك وباصص للدنيا، وراك التزامات وراك ارتباطات، وفكر لما هتجيب الشاليه في السخنه هو اللي هيبسطك ولا الشاليه الساحل اللي هيبسطك. والله الانبساط ده ابسط من كده، الانبساط ده حاجه جوه البني ادم. انا بتبسط وانا بقابل اخويا، بتبسط وانا بقابل اصحابي، بتبسط وانا قاعده في النادي بشرب كوبايه القهوه ومواليش حاجه. دي حاجات جميله جدا جدا، الواحد لازم يتعلم يستمتع بيها. enjoy yourself. اتفضل يا فندم. حته حته في الجسم، عشان كده احنا بنقول statin for life. يعني احنا بندي اتروفاستاتين او روفاستاتين وايدينا تقيله فيها، وما بنبصش على اللاب بروفايل بتاع العيان بالنورمال رينج. يعني احنا بنجو ثرو ان ال LDL لازم يبقى اقل من 70، واذا حصل اي اكيوت كورونا. لا 70 قليل قوي، 70 قليل قوي. لا حضرتك احنا الكارديولوجيست عايزينه اقل من 70، ده الجايد لاين. لا ده انا هقول لك على حاجه أسوأ، ولو ده هينزلوا 70 يعني هينزلوا 70، واذا ما نزلش في بيسكي 9
بيتاخد، وفي حاجات طالعه دلوقتي بتتاخد مره كل 6 شهور، يعني بننزله، يعني بننزله ما يعني بننزله يا فندم، بننزله يعني. خلي بالك انه دي اكتر حاجه تضمن ان يحصل ريجريشن للبلاك، او على الاقل ستابيلايزيشن، فما يحصلش رابتشر ليها، يعني ده اهم حاجه. شكرا يا دكتوره، وجعان دماغك معلش. لا لا خالص، ده على راسي من فوق. بس فرع ايه الفا اللي هو فيه الدكتور اللي انت حضرتك بتريكومند ده؟ لا هو مسؤول عن كل الافرع، بس اعتقد ان هو بنفسه فيزيكالي موجود في الفرع بتاع المهندسين. خلاص ماشي اوكي. وهو يعني ممكن تاخد معاه متاخر شويه، بس ذا بيست اوف ذا بيست بصراحه. ماشي يا دكتوره، شكرا. تقولني يا غالي. تفضل تفضل يا من. طيب في حد عايز يسال سؤال كمان قبل ما نقفل؟ في حد دكتور الوقت؟ الوقت ازيك يا محمد، عامل ايه؟ بقى ما افتح الميكروفون وكلمنا. ما علينا، هو الظاهر قام يصلي ولا حاجه. عامه ازيك يا ايمان؟ لا انا موجوده اهو، بس انا مش عايز افتح المايك علشان ما اعملش شوشره يعني على اللي بيسال. احنا عايزين نكرسنا على طول حصتك، كنا منورنا النهارده، دي حاجه لطيفه جدا جدا. لا ربنا يخليك، وعايز اشكر الدكتوره غاده الزميله العزيزه على المحاضره القيمه ديت. ربنا يخليك، الله يخليك يا باشا. تسلم. انا طبعا في النهايه بنشكر الدكتوره غاده على المحاضره القيمه دي، ولسه عندنا محاضره كمان، هي وعداني بمحاضرتين، واتمنى ان بقيه الجروب بتاع المؤسسه يعني يجيلي بيقول لي انا عايزين ندي محاضرات. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي جدا يا غاده، ميرسي جدا على ذوقك، وميرسي جدا على تعبك، وميرسي جدا للناس اللي حضرت، وشكرا لكم جميعا. وان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي بقى هناخد النيوتريشن في زمن الكوفيد، للندوشة للناس الفارنبل جروبس دي، دي حاجة مهمة ولطيفة، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله تعجبكم المحاضرة بتاعت الجمعة الجاية إن شاء الله. مع تغذية.